أعرب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن تقديره موقف أوغندا الثابت من مناصرة القضايا العادلة، خاصة القضيتين الصحراوية والفلسطينية، داعيا إلى مضاعفة الجهود بمعية القادة الأفارقة لحشد مزيد من الدعم السياسي والمادي للشعبين الفلسطيني والصحراوي. فخامة الرئيس، أعرب في هذا المقام عن تقديري للموقف الثابت لجمهورية أوغندا في مناصرة مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية والدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وأؤكد بأنه يتعين علينا مع القادة الأفارقة مضاعفة الجهود جماعية لحشد المزيد من الدعم السياسي والمادي للشعبين الصحراوي والفلسطيني، ودعوة المجتمع الدولي ليتحمل مسؤوليته التاريخية وتمكينهما من تقرير المصير والاستقلال. أكد الممثل السامي للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أن موقف الاتحاد الأوروبي يعبر عن إجماع الدول الأعضاء ولم يتغير، ويؤيد عملية الأمم المتحدة الهادفة إلى التوصل لحل سياسي يقوم على التسوية وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. أنا في الجزائر بصفتي الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي. موقف الاتحاد الأوروبي من الصحراء الغربية يعبر عن إجماع الدول الأعضاء 27 ولم يتغير. يؤيد الاتحاد الأوروبي عملية الأمم المتحدة الهادفة إلى التوصل إلى حل سياسي عادل وواقعي وعملي ودائم ومقبول للطرفين وقائم على التسوية وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. إلى ذلك، أكد ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة المنسق مع بعثة المينورسو سيدي محمد عمار أن الرسالة التي بعث بها مؤخرا مندوب دولة الاحتلال المغربي لدى الأمم المتحدة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي ما هي إلا مثال آخر لهوس النظام المغربي بالتلفيق والافتراء وقلب الحقائق. وبخصوص محاولة النظام المغربي اليائسة لتشويه كفاح الشعب الصحراوي المشروع، شدد الدبلوماسي الصحراوي في بيان صحفي على أن استمرار المغرب في احتلاله العسكري غير الشرعي لأجزاء من تراب الجمهورية الصحراوية وتماديه في سياسة التوسع، فضلا عن مسعاه للاحتماء بأطراف خارجية، خطر حقيقي يهدد أمن واستقرار المنطقة برمتها. لتسليط الضوء أكثر على الموضوع، نسعد بأن تكون معنا من جنيف الناشطة الحقوقية الصحراوية الغالية عبد الله جيمي، طبعا عبر سكايب، ومن فيينا ينضم إلينا ممثل جبهة البوليساريو في النمسا محمد أسلامة بادي، ومن باريس نسعد بأن يكون معنا الإعلامي الصحراوي علي إبراهيم. أهلا وسهلا بكم ضيوفي الأفاضل. دعنا نبدأ معك الإعلامي الصحراوي علي إبراهيم. طبعا الرئيس الجزائري دعا إلى مضاعفة الجهود بمعية القادة الأفارقة لحشد مزيد من الدعم السياسي والمادي للشعب الصحراوي. دبلوماسيا، كيف تقيمون مكاسب القضية الصحراوية في أفريقيا؟ مساءكم سعيد وشكرا على الاستضافة. فيما يخص موقف الرئيس الجزائري، فهذا موقف يعني معروف في الجزائر، وهو يعني يعود إحياء المبادئ التي يعني تبنتها كل الدول الإفريقية في مواجهة الاستعمار والاحتلال. أعتقد على أنه التقدم الذي تشهده القضية الصحراوية على مستوى إفريقيا يعني، وكذلك التحديات التي تواجه القارة خصوصا منظمة الاتحاد الإفريقي، يعني تدعو إلى إعادة يعني خلق استراتيجية جديدة يعني أساسها المبادئ التي أسس عليها الاتحاد الإفريقي، وهي اولا احترام حدود الدول الاعضاء في الاتحاد، وكذلك ما جاء النهوض بافريقيا، ولا يمكن النهوض بافريقيا ولا يمكن تحقيق السلام الا بتطبيق الشرعيه الدوليه. واعتقد على ان الجزائر يعني كانت دائما السباقه لطرح مبادرات من اجل حل كل مشاكل افريقيا على مستوى القاره، وهذا ليس غريبا على الجزائر التي تسعى دائما وتبحث دائما عن التقدم، وكذلك يعني رفع الحيف ورفع الظلم عن كل المضطهدين في القاره. والكل يعلم على ان موقف الجزائر
يعني موقف مبدئي نابع من ثورة الفاتح نوفمبر التي واجهت استعمار الفرنسي، وهذا في الحقيقة يعني شيء يشرف القضية الصحراوية أن تكون الجزائر هي دائما في ظهر الشعب الصحراوي وتدعمه دائما من أجل حقه في تقرير المصير. كما قلت على أنه هذا يشير على أنه وهي رسالة من الجزائر إلى كل الدول الإفريقية بأن تقف من أجل تصحيح مسارها أولا، وكذلك من أجل يعني رفع الحيف عن هذا الشعب الذي هو يعتبر جزء من إفريقيا، ولا يمكن أي حال من الأحوال يكون هناك تقدم أو شراكة أو غيره من الاتفاقيات يعني دون يعني تصفية الاستعمار من القارة. والقضية الصحراوية لا تزال مدرجة كآخر مستعمرة في القارة الإفريقية، واعتقد على أن الجزائر كانت دائما سباقة كما قلت للمبادرات الهادفة. نعم. والأمر يعني والرسالة موجهة لكل الأفارقة خصوصا الدول التي هي متواطئة مع المغرب في احتلال الصحراء الغربية، وبعض الدول التي لها يعني بين معقوفتها القنصليات في الأراضي المحتلة. اعتقد على أنه الآن يعني مسار تقدم القارة وكذلك حتى الرهان على التقدم والرهان على 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 تنمية الشعوب القارة يجب أن يبدأ من احترام الشرعية الدولية، وبداية احترام الشرعية الدولية تكون من الصحراء الغربية أولا برفع الحيف عن الشعب الصحراوي، وثانيا بإرغام المغرب على الانصياع على الشرعية الدولية وإنهاء احتلاله العسكري لأجزاء من الصحراء الغربية المحتلة. نعم، الرسالة موجهة لكل الأفارقة. سيد محمد أسلام أبادي، طبعا تتفق الجزائر وأوغندا على دعم حق الشعوب في الحرية والاستقلال وتصفية الاستعمار وفق هذا الطرح في العمل، كيف تقيمون التضامن والتعاون أو التعاون بين بلدان القارة الإفريقية؟ شكرا على الاستضافة، وتحياتي لكم ولمشاهدي قناة الجزائر الدولية الكرام. فيما يتعلق بسؤالكم الوجيه، أعتقد أنه من الضروري وضع الموقف الإفريقي بمجمله إلى اتجاه القضية الصحراوية في سياق تاريخي، والتذكير يجب التذكير هنا بوجاهة الموقف الذي تبنته دول إفريقيا غداة الاستقلال بتبني مبدأ في القانون الدولي هو احترام الحدود الموروثة غداة الاستقلال، وهو هدف كذلك هو مبدأ على صلة وثيقة بإحدى قواعد القانون الدولي، وهي التي تتحدث عن أولوية تقرير المصير، مبدأ تقرير المصير على الحق التاريخي حتى ولو ثبت. وسبق القارة الإفريقية أمريكا اللاتينية التي تبنت نفس المبدأ احترام الحدود الموروثة عن الاستعمار، وهو مبدأ جنب هذه الدول جنبها حروب بينية، و كذلك هو النهج الذي صارت عليه الدول الإفريقية. نعم. بالتأكيد أن هذا المبدأ ينطبق تماما على الحالة في الصحراء الغربية، حيث نجد أن الصحراء الغربية هي آخر مستعمرة إفريقية، ومن المؤلم جدا التذكير أن أجزاء من تراب الجمهورية الصحراوية يقع الآن تحت سيطرة احتلال دولة جارة وهي المملكة المغربية. طيب. لذلك لا نستغرب أبدا وقوف معظم دول القارة إلى جانب القضية الصحراوية باعتبارها قضية إفريقية، لكن كذلك باعتبار أن هذه الدول وهي تقف هذا الموقف المشرف إنما تنتصر لميثاق الاتحاد. نعم، تنتصر لميثاق الاتحاد الإفريقي، يؤكد ضرورة انسحاب دولة الاحتلال من الأجزاء الأراضي الصحراوية المحتلة. توجه الآن إلى جنيف والناشطة الحقوقية الصحراوية الغالي عبد الله جيمي. طبعا إفريقيا الآن أصبحت أكثر جدية في التمسك بقضاياها، بناء على هذا هل باتت إفريقيا برأيك مختلفة سيدة الغالية؟ قناة الجزائرية الدولية، أكيد أنه مواقف القارة الإفريقية رايحة يعني من أحسن إلى أحسن، إلا أنه ملاحظتنا
أن العديد من الدول التي تدعم المغرب والتي لا تحترم ميثاق الوحدة الإفريقية، ميثاقها الذي هو واضح والذي من بين شروطه احترام الحدود الموروثة عن الاستعمار لكل دولة هي عضو. وبما أن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية هي عضو مؤسس ليس يعني ملتحق بالوحدة الإفريقية وإنما مؤسس لهذه الكتلة القارية، نرى أنه تواجد بعض الدول الداعمة للمغرب وخاصة من لها سفارات وقنصليات قنصليات بالمناطق المحتلة سواء بالداخل أو بالعيون، هذا فيه يشكل يعني خرقا سافرا لميثاق الأمم الوحدة الإفريقية وحتى للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. بما أن هذه الدول ليست لديها يعني جاليات تحتاج لأن كل الأفعال أو الأعمال التي هي موكلة لهذه القنصليات تعالج من داخل المغرب في قنصلياتهم أو سفاراتهم، وإنما نحن كصحراويين تحت الاحتلال المغرب نحس يعني نحس بالعديد يعني من الاستفزازات والإهانة من خلال هذا فتح هذه القنصليات. نعم. حتى وإن لم يكن لها مدلول يعني أو قيمة سياسية إلا أنه يعطينا فكرة على أن بعض دول هذا الاتحاد لا تحترم نفسها ولا تحترم الالتزام بمبادئه. نعم سيد علي إبراهيم، تأكيد الممثل السامي للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي طبعا جوزيب بوريل على أن موقف الاتحاد الأوروبي ثابت ويعبر عن إجماع الدول الأعضاء ولم يتغير، إلى ماذا يؤشر ذلك وهو خلاف لما يروجه المغرب؟ نعم المغرب يعني حاول مرارا وتكرارا بعدما فشل على مستوى متعدد الأطراف في فرض يعني منطقه الاستعماري في الصحراء الغربية والسيادة المزعومة الأراضي المحتلة، يعني بدأ يذهب إلى 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 استقطاب دول بشكل أحادي من أجل يعني دعم هذا المقترح، وقد تبعنا أنه عملية الابتزاز التي وقعت في ألمانيا وكذلك حتى مع إسبانيا والتواطؤ الذي وقع فيه بيدرو سانشيز وغيره من المحاولات. وهذه الرسالة على أنه الاتحاد الأوروبي في جمله وهو يعني القارية الجامعة الدول الأوروبية ترفض بشكل قاطع هذه المزاعم المغربية، وبالتالي التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الشرعية الدولية وبموقفه فيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية كقضية مصنفة الأمم المتحدة كقضية تصفية الاستعمار، أعتقد على أنه يعطي رسالة يعني واضحة للمغرب ليست مشفرة على أنه كل ما يقوم به المغرب مرفوضا شكل ومضمون، وهي كذلك رسالة على أنه جميع الدول الأوروبية يجب عليها أن تحافظ على الانسجام على مستوى القارة وما يعبر عنه الاتحاد، وإلا فإن ذلك سيسبب انشقاقا على مستوى هذا الاتحاد وقص الاتحاد الأوروبي. ولكن للأسف المغرب دائما بعيدا كل البعد عن الواقع وعن الواقعية، لأنه عندما يقوم المغرب بتوقيع اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي تشمل الصحراء الغربية فهذا في حد ذاته انتهاك، والمطلوب من الاتحاد الأوروبي ليس فقط التعبير عن موقفه الدعم لمسار التسوية وإنما يعني حتى عمله وحتى إجراءاته على مستوى العلاقات مع المغرب يجب أن تكون على أساس احترام الشرعية الدولية. وبالتالي هذه الاتفاقيات الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي التي تشمل الصحراء الغربية وخص بالذكر اتفاقية الصيد البحري وكذلك اتفاقية التبادل التجاري الحر يجب أن تراجع، ويجب على الاتحاد الأوروبي أن يتخذ موقفا صارما تجاه هذه القضية، لأن هناك دول داخل الاتحاد الأوروبي وليست كثيرة هي من تدعم هذا التوجه الذي يعني يتعارض مع الشرعية الدولية ويشوه سمعة الاتحاد الأوروبي قبل أن يمس القضية الصحراوية، لأن الصحراويين لم يعقدوا الرهان أبدا على أوروبا وغيرها، الرهان كان على 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 جماهير الصحراء سواء في الأرض المحتلة أو في مخيمات العزة والكرمة وحتى في المهجر، كان الرهان كذلك على الجيش الشعبي الصحراوي الذي يقود الآن معارك طاحنة ضد قوات الاحتلال، ولكن كما قلت هذا يمس من يعني من من موقف الاتحاد الأوروبي. وبالتالي أعتقد على أنه هذه بداية موفقة من بوريل الذي عبر وليست هي الأولى مرارا وتكرارا، ولكن المطلوب من الاتحاد الأوروبي ليس فقط التعبير عن الدعم وإنما أن يكون عمليا مساهما في عملية تصفية الاستعمار ودعم المبعوث الأممي إلى الصحراء الغربية من أجل يعني بعث مفاوضات جديدة وكذلك تحديد سقف زمني لتنظيم سلسلة المصير العالق منذ أكثر من 30 سنة.
نعم السيد بادي، ما دلالات ثبات الموقف الاتحاد الأوروبي من القضية الصحراوية؟ في الواقع كما تفضل أخي علي وهو محق تماما فيما ذهب إليه، فإن الاتحاد الأوروبي يحاول الآن يعني لملمة الصف الأوروبي فيما يتعلق بموقف أوروبي موحد تجاه قضية عادلة. ما نتوقعه ونطالب به دول الاتحاد الأوروبي منفردة وبشكل جماعي ضمن الاتحاد الأوروبي هو الارتقاء إلى موقف موقف السلطة القضائية الأعلى في الاتحاد الأوروبي وهي محكمة العدل الأوروبية، ونحن الآن على أبواب ونتحدث في وفق صدور القرار النهائي والناجز والملزم للاتحاد الأوروبي والدول المنضوية للاتحاد بضرورة الالتزام بهذا الحكم القضائي الذي نتوقع كما يتوقع الفقهاء القانون الدولي والأوروبي بشكل خاص أنه لن يحيد عما توصل إليه أو ما توصل إليه القضاة الأوروبيون في الحكم السابق في 29 الذي صدر في 29 سبتمبر 2021 الذي يؤكد أن السيادة للشعب الصحراوي والذي يمثل هذا الشعب هو جبهة البوليساريو، ويؤكد الصفة القانونية للجبهة، وكذلك من ضمن مخرجات هذا الحكم هو التأكيد على أن المملكة المغربية والجمهورية الصحراوية دولتان منفصلتان وأن المغرب لا يملك أي نوع من أنواع السيادة على الصحراء الغربية. نحن نتمنى أن تلتزم المفوضية ومجلس الوزراء الأوروبي بمقتضيات هذا الحكم، وأن يلتزم سياسيا بموقف ينسجم مع هذا مع القضاء الأوروبي. هذا مهم جدا وهو ما نتوقعه، غير ذلك ففي الواقع أنه من المشين تماما أن الاتحاد الأوروبي وخاصة البرلمان الأوروبي الواجهة الديمقراطية الأوروبية ومفخرة الديمقراطية الأوروبية، نجد أن المملكة المغربية تعبث داخل الاتحاد الأوروبي وداخل البرلمان من خلال الرشاوى وإفساد بعض المنتمين لهذه المؤسسة، وفي الحقيقة ما يمس من مصداقية هذه الهيئة، وبالتالي يجب التعامل بشكل جدي مع هذه الدولة المارقة المملكة المغربية التي لا تتعدى كونها حتى نبقى في هذه النقطة يعني دولة وظيفية. سيد الغالية عفوا المقاطعة لدول أجنبية. نعم السيد الغالية، هل من ظروف صالحة بعيدة تماما محددة على الصعيد الأوروبي تجعل من القضية الصحراوية تسجل اختراقات مهمة مستقبلا؟ أعتقد أنه ما حصل في البرلمان الأوروبي هو وصمة عار، يعني أعتقد أنه سيبقى التاريخ يتذكر هذه الوصمة التي ألحقت الأذى بكل يعني المبادئ التي يتغنى بها الأوروبيين وخاصة مجموعة الاتحاد الأوروبي من ديمقراطية وحقوق الإنسان إلى غير ذلك، لأنه فضيحة موروكو جيت كشفت لنا عن تغلغل وتغول للفساد المغربي داخل هذه المؤسسة الأوروبية، والتي بفضل هذا الفساد المالي والإداري داخل هذا البرلمان حقق المغرب ما حققه من مكاسب، ليس لأن مطالبه مطالب عادلة ويتبناها الجميع، وإنما بفضل الرشاوة وشراء الذمم استطاع المغرب أن يكسب هذه الفترة الطويلة من الزمن مع بداية 2000 إلى الآن يكسب هذه المواقف، وكل مرة يأتي قرار يصدر في صالحه من مجموعة من المرتشين كأمثال فارديني وجيل فارنيو الفرنسي.
وبالمناسبة مع هذا جيل بارنيو في 2016 يوم 4 يونيو قام بزيارة للعيون، وأتينا كمجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان خاصة أعضاء من الجمعية الصحراوية إلى المكان الذي كان متواجد فيه وهو فندق الفرادور. وعندما وصلنا، لأن المغرب استقدم له العديد من ما يسمى بالمجتمع المدني المؤيد للتواجد الاحتلال المغربي، ونحن كنا الوحيدين، يعني الجمعية الصحراوية آيت لدياف الوحيدة ممثلينها، الرئيس ونائبة الرئيس ورفيق آخر محمد ميارة. في هذا اللقاء يعني واجهنا بنوع من الـ من الـ من العنجهية سيد جيل بارنيو، حيث قال لنا أنا مللت يعني من سماع كلام البوليساريو. أجبته، قلت له نعم نحن تمثلنا البوليساريو، إلا أننا هنا في هذا اللقاء نحن أفراد من المجتمع المدني الصحراوي الذي له الشجاعة ليقول لكم الحقائق، هذه الحقائق التي يحاول أن يغطيها ما يسمى بالمجتمع المدني الذي يستقدمه لكم المغرب. فذهب عنا وتركنا مع مرافقه يعني. وفي ذاك الوقت أنا أكدت لرفاقي أن هذا الرجل مش اشتراه المغرب، إلا أنه الدليل لم يكن لدينا دليلا ملموسا إلا بعد فضيحة موروكو جيت، حيث برز اسمه كاسم كبير في هذه الرشاوى. نعم، المغرب حقق بعض المكاسب من خلال فساده. سيد علي إبراهيم، في المقابل كيف تعزز فضائح فساد المحتل مكانة القضية الصحراوية في المحافل الدولية؟ في اعتقادي على أن الهدف كان دائما من رشوة البرلمانيين والفساد على مستوى البرلمان الأوروبي، وهو وضع القضية الصحراوية على الهامش وعدم إدراجها في نقاش. ولكن ما حدث بعد واقعة موروكو جيت أعطى يعني العكس تماما. الآن القضية الصحراوية مدرجة على في هذه النقاشات، والقضية الصحراوية مشار إليها بالبند العريض على أنها من بين القضايا التي كان يعني أساس هذه الرشوة من قبل المغرب على مستوى البرلمان الأوروبي. حتى التحقيقات من قبل أجهزة الأمن البلجيكي أشارت على أنه ما يقوم به المغرب أساسه هو القضية الصحراوية. وبالتالي أعتقد على أن الأوروبيين الآن يعني وقعوا في فخ من قبل المغرب، ولا يمكن يعني الاعتذار للشعب الصحراوي دون اتخاذ إجراءات ملموسة، وهذا ما قالته المجموعة البرلمانية يعني عقب أول اجتماع لها من عقب المصادقة على أول قرار ضد المغرب في يناير الماضي. قالت على أنه يجب مراجعة جميع الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها في البرلمان الأوروبي فيما يتعلق بالصحراء الغربي، وحتى جائزة سخاروف لسنة 2021 التي انتزعت من سلطان خيا يعني بنفس عملية التحايل وكذلك بنفس عملية الرشاوى. الآن القضية الصحراوية موجودة على في هذا النقاش، وما يشير على أن القضية الصحراوية لا يمكن يؤثر عليها أي كان سواء بالرشوة أو بالتحايل غيره، هو على أنه هذه القضية ليست مبنية على تحالفات وعلى أي شيء، هذه القضية أساسها الجوهري وهو الشرعية الدولية. وبالتالي الشعب الصحراوي يعني يراهن على القانون الدولي ويراهن على المجتمع الدولي أن يحترم يعني القانون الدولي ويطبقه. وبالتالي أعتقد على أن القضية الصحراوية لا خوف عليها ما دامت تستند على أساس الشرعية الدولية. والعالم الآن يذهب ويبحث بشكل محموم على مسألة السلام وغيره، ولا يمكن تحقيق السلام في أي منطقة كانت دون تطبيق القانون الدولي. والقانون الدولي في تجاه القضية الصحراوية واضح لا غبار عليه، وهو أنه السيادة على هذه الأرض هي السيادة الحصرية للشعب الصحراوي، والشعب الصحراوي تمثل جبهة البوليساريو، وبالتالي يحق لها المنافح والمرافع عن هذا الحق سواء أمام المؤسسات الأوروبية أو أمام المتحدة أو حتى على مستوى القارة الأفريقية تحت اسم الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. أعتقد على أنه المغرب قدم خدمة مجانية للصحراويين عندما وقع في هذه عملية الفساد. الآن الصحراويون قضيتهم في مأمن، والآن ما على الأوروبيين هو تصحيح المسار كما قلت سابقا باتخاذ إجراءات ملموسة، وهذه الإجراءات لا يجب أن تكون فقط حبرا على ورق، وإنما يجب أن تكون مواقف يعني فعلية، خصوصا فيما يخص تصفية الاستعمار وفيما يخص دعم المبعوث الأممي الذي لا يزال يباشر عمله من أجل يعني بحث مسار تسوية من جديد على أساس يعني قرارات المجلس الأمن الدولي التي تنص على ضرورة احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير كأساس لهذه القضية. نعم السيد بادي، حتى نبقى في الظرفية الدولية وانعكاساتها على القضية الصحراوية، هل التحولات الحالية والتغير الحاصل في العالم الذي بات واضحا يخدم القضية وكيف؟
السؤال موجه إلي. نعم السيد بادي محمد أسلام. أنا. بالتأكيد أن السياق الدولي يخدم بشكل قوي جدا قضيتنا العادلة لسبب بسيط، أننا في منذ إعلان أو تأسيس جبهة البوليساريو إنما قامت أصلا دفاعا عن حق شعبنا الثابت في تقرير المصير والاستقلال، وهو مكفول وهو حق مكفول تكفله الشرائع الدولية والقانون الدولي والأمم المتحدة. على هذا الأساس كل مرة يتأكد أن موقفنا مبدئي ولدينا كل الحق في الدفاع عن حق شعبنا غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال واستكمال وبسط سيادة الدولة الصحراوية على كامل ترابها الوطني. الآن المتغيرات الدولية تشهد الآن تتصارع بالتأكيد، وثمة كثير من المتغيرات، لكن الثابت يظل هو القانون الدولي، هو الشرعية الدولية، والطرف الذي يستند إلى القانون الدولي. لكن كانت فيه دول في تعرقل هذا المسار. عفوا، كانت فيه بعض الدول تعرقل هذا المسار ويعني الدفع بالقضية نحو مسارها العادل. بالتأكيد أنا معك تماما أن ثمة قوة بما فيها قوة عظمى تحاول الالتفاف على القانون الدولي ومحاولة فرض الأمر الواقع ومحاولة تشريع الاحتلال من دفاعا عن مصالح ضيقة وكذلك دفاعا عن دولة الاحتلال المغربي التي يعني وظفت نفسها يعني في دور وظيفي يخدم أجندات خارجية تهدد في الواقع الاستقرار والأمن في المنطقة برمتها. نعم. هذا بالتأكيد كان الأمر على ذلك، ولا تزال موجودة مساعي سواء من طرف المغرب أو حلفاء أو حلفائه لمحاولة تشريع الاحتلال ومحاولة فرض الأمر الواقع، لكن التغيرات تؤكد لنا أن الطرف الذي يستند على الحق وعلى قوة الحق في الواقع سينتهي به المطاف إلى تحقيق الغاية والمبتغى. طيب. وهو تحقيق النصر وانتزاع الاستقلال الوطني، لأن المتغيرات الدولية يمكن أن نشاهدها على يعني بشكل واضح فيما يتعلق بمثلا النزاع في ما يحدث الآن في أوكرانيا وروسيا مثلا. الحديث على مستوى دول العالم وخاصة المجتمع الدولي يتحدث عن ضرورة الالتزام بالقانون الدولي والالتزام بالشرعية الدولية ورفض ضم الأراضي الغير بالقوة، وهنا ينكشف الازدواجية في المعايير والكيل بمكيالين، نفاق بعض هذه القوة نفسها التي تدعم النظام المغربي. واضح. وفي الحقيقة هو يضعها في الزاوية الضيقة ويؤكد أننا نقف على أرض صلبة، لأن من يقف إلى جانب القانون الدولي ويقف إلى جانب الشرعية الدولية سيجد نفسه بالتأكيد إلى جانب كفاحنا العادل من أجل انتزاع والاستقلال. كناشطة حقوقية سيدة الغالية في ملف حقوق الإنسان، هل متابعة المغرب بسبب انتهاكاته لها نتائج لحد الآن؟ فيما يبدو لنا أن النتائج لا تزال ضعيفة وضعيفة جدا. نعم. نظرا لهذا التغلغل للمغرب في كل الميكانيزمات وفي كل المؤسسات. وبهذه المناسبة نحن كمجتمع مدني صحراوي من داخل المناطق المحتلة نطالب المنتظم الدولي بفتح تحقيق قضائي ليس فقط في البرلمان الأوروبي وإنما في مجلس حقوق الإنسان وفي كذلك نيويورك، حيثما يتواجد الممثلين الدائمين للمغرب في هذه الهيئات، إلا ويسر الفساد ويتم التغطية على كل الانتهاكات التي يقوم بها المحتل المغربي ضد شعبنا.
وهذا نلمسه لأنه مثلا صار لي الآن يعني ما يزيد على 11 سنة أو 12 سنة وأنا آتي بدورات مختلفة إلى 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 مجلس حقوق الإنسان، إلا أنه نجد دائما أن الجميع يخشى من المغرب، الجميع يعني يتعاطى مع المغرب، إلا أنه يعني صبر الصحراويين صبر طويل. والتسريبات التي صدرت عن كريس كولمان في الفترة الأخيرة وتم التأكد من يعني الاوثنتيسيتي هذه التسريبات، نعم، تؤكد على أنه كذلك شراء الزمام والفساد المالي مستشري كذلك هنا في جنيف. إذن نحن نطالب بهذه فتح هذه التحقيقات والإعادة النظر في كل يعني القرارات، ونتمنى أنه هذه الميكانيزمات والمقررين المسؤولين عنهم أن يتعاطوا بالشكل المطلوب مع الانتهاكات التي يمارسها المغرب ضد الشعب الصحراوي، وخاصة الانتهاك الكبير وهو انتهاك حقه في تقرير مصيره والتعبير عن إرادته في الحرية والاستقلال وضمان الكرامة. واضح جدا، شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية الصحراوية الغالية عبد الله دجيمي، كنت معنا مباشرة من جنيف عبر سكايب ومن فيينا، نشكرك جزيلا الشكر. ممثل جبهة البوليساريو في النمسا سيد محمد أسلام بادي، كنت معنا عبر سكايب، كما نشكرك جزيل الشكر أيضا الإعلامي الصحراوي علي إبراهيم، كنت معنا مباشرة من باريس عبر سكايب. مشاهدينا نبض العالم متواصل من قناة الجزائر الدولية.